السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب صف خامس ابتدائي. اليوم إن شاء الله في الأسبوع الرابع عشر سيكون موضوعنا عن أجهزة الأمن، مادة الاجتماعيات، الدرس السادس عشر، أجهزة الأمن. ما أبرز الأجهزة الحكومية التي تتولى مسؤوليات الأمن في وطني؟ تحدثنا في الدرس السابق وقلنا أن الأمن هو مفهوم عام وشامل ومعناه الطمأنينة والاستقرار. في وطني المملكة العربية السعودية كثير من الأجهزة الحكومية المخصصة لتحقيق الأمن، ومنها ما هي الأجهزة المختصة أو المنوطة بتحقيق الأمن في وطني الحبيب؟ أولا، رئاسة أمن الدولة، هي مهمتها مواجهة المجرمين والإرهابيين والمحرضين وتوفير الحماية للدولة والمواطنين. ثانيا، النيابة العامة، تعزيز العدالة وحماية المجتمع وحماية الحقوق والحريات وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية. مديرية الأمن العام، مهمتها الكشف عن المجرمين الذين يعبثون بأمن الوطن والمواطنين ويهددون حياتهم، وتنظيم السير وضبط الحوادث المرورية ومساعدة المواطنين. المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مهمتها مكافحة المخدرات بجميع أنواعها ومنع دخولها والقبض على المهربين والمروجين وتوعية المواطنين بأضرار المخدرات وسبل الوقاية منها. المديرية العامة للدفاع المدني، مهمتها مكافحة الحرائق وإطفاؤها وإنقاذ المصابين في أوقات الكوارث والحروب ومراقبة قواعد الأمن والسلامة وتنفيذها في المصانع والدوائر الحكومية والمتاجر والمؤسسات الخاصة ومراكز الإيواء. القوات الخاصة لأمن الطرق، مهمتها المحافظة على الأمن والسلامة على الطرق السريعة بين المدن والمحافظات. المديرية العامة لحرس الحدود، مهمتها حماية حدود الوطن وحراسته وإنقاذ التائهين في مناطق الحدود البرية والبحرية. أخيرا، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، مهمتها حماية الأنظمة التقنية والشبكات والبرامج والبيانات الحكومية من الهجمات الرقمية. هذه الوزارات جمعها هي تحت أو وزارة، من أول مديرية الأمن العام إلى المديرية العامة لحرس الحدود هي وزارة الداخلية. هذه أحد فروع وزارة الداخلية. نشاط واحد، يحدد الطلبة اسم الجهة الأمنية أسفل كل صورة. هنا سيارة الشرطة، ممتاز. هنا المديرية العامة للدفاع المدني، هذه السيارة أمن الطرق، ممتاز. يحدد الطلبة وسائل السلامة التي وفرتها حكومة وطني المملكة العربية السعودية في المدرسة. ما هي وسائل السلامة التي وفرتها الحكومة في المدرسة؟ أولا، مخرج للطوارئ ووجود طفايات حريق وجرس إنذار. من الذين يحمون حدود وطني المملكة العربية السعودية، ولماذا دورهم مهم؟ أولا، المنوط بحماية حدود وطني هي المديرية العامة لحرس الحدود، ودورها مهم لأنها تحافظ على أمن الوطن. هذه بعض الأرقام التي تهمك: الشرطة 3 تسعات، مكافحة المخدرات 995، أمن الطرق 996، الهلال الأحمر 997، الدفاع المدني 998، وأخيرا المرور 993. نشاط 2، يتأمل الطلبة الصورة ويسجلون 3 عبارات إرشادية للمواطنين. التجمهر يعيق إسعاف المصابين. توفر اشتراطات السلامة في المنازل أو المؤسسات. تجنب تصوير الحوادث أو المصابين. ضرورة إفساح الطريق لسيارات الإسعاف والدفاع المدني. شهداء الواجب والوطن، قدمت الجهات الأمنية كثيرا من تضحيات الواجب الوطني وكثيرا من رجالها الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده، رحمهم الله. واجبنا تجاه شهداء الواجب والوطن، ما هو واجبنا تجاه هؤلاء الشهداء؟ أولا، ندعو لهم بالمغفرة، نفتخر بهم، نساعد أسرهم، نتذكر تضحياتهم ولا ننساهم.
نشاط 3 الدفاع عن الوطن واجب والاستشهاد شرف. يكتب الطلبة رسالة لحماة أرض الوطن في الحد الجنوبي تتضمن شكرهم وتشجيعهم والدعاء لهم. نكتب لهم رسالة شكر وهي عبارة عن: لكم الشكر الجزيل، أنتم جنودنا البواسل، قلوبنا معكم، جزاكم الله عنا خير الجزاء. نشاط 4 خصصت حكومة وطني المملكة العربية السعودية لأسر شهداء الواجب والوطن إدارة تعنى بشؤونهم أو تعتني بشؤونهم بوزارتي الدفاع والداخلية، فما الخدمات التي تقدمها الدولة لهم؟ أولا إعطاؤهم الأولوية في الخدمات، مساعدتهم على التعليم، الرعاية الصحية لهم مثل علاج عدد من أسر الشهداء داخل المملكة وخارجها، الرعاية الاجتماعية والاقتصادية منها تعيين عدد من ذوي أسر الشهداء، خامسا الرعاية النفسية ومنها نقل أسر الشهداء إلى أي مكان داخل المملكة للصلاة على شهدائهم ودفنهم حيثما أرادوا. أخيرا تقويم الوحدة. الثامنة يضع الطلبة علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. استمع معي جيدا. التمسك بالدين وشكر الله على نعمه من أسباب الأمن والأمان في وطني. فكر ثم أجب. ممتاز صح. التمسك بالدين وشكر الله على هذه النعمة هي من أهم الأسباب لكي يتحقق الأمن والأمان في الوطن. صح. مكافحة الحرائق من مهمات أمن الطرق. هل أمن الطرق مهمتها مكافحة الحرائق؟ بالتأكيد خطأ، لأنها مهمة الدفاع المدني. التعاون مع رجال الأمن واجب ديني ووطني. ممتاز صح. حب الوطن لا يؤثر في الأمن. حب الوطن لا يؤثر في الأمن. خطأ، حب الوطن يؤثر في الأمن. ماذا يحدث إذا غابت الشرطة ورجال الأمن؟ ماذا يحدث؟ انعدام الأمن وكثرة الجرائم والسرقات. ماذا يحدث إذا لم يتعاون المواطن مع رجال الأمن؟ سيؤدي ذلك إلى انتشار المفاسد والجرائم والفوضى. ماذا يحدث إذا فقد النظام؟ يعم الظلم بين أفراد المجتمع. من شهداء الواجب؟ من هم شهداء الواجب؟ هم الجنود الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده رحمهم الله. هؤلاء هم شهداء الواجب، هم الجنود الذين استشهدوا وهم يؤدون واجب الشرف للدفاع عن الوطن داخله وعلى حدوده رحمهم الله. يفكر الطلبة في معاني نعمة الأمن ويكتبون رأيهم باختصار. نعمة الأمن هي نعمة لا يستطيع فرد أو أسرة أو بلد أو أمة أن تعيش بدونها، نعمة لا يهنأ العيش بدونها، إنها النعمة التي يبحث عنها الكثير سواء كان مسلم أو غير مسلم، صغير كان أو كبير، غني كان أو فقير. هذه هي مفهوم نعمة الأمن. يصف الطلبة ما في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة باء استعمال الأرقام. الإرهاب تهديد الأمن. تعاطي المخدرات يؤثر على ذهاب العقل. السرقة تؤثر على خسارة فردية للفرد وجماعية للوطن. العنف يؤثر على خسارة جسدية وحسية للفرد والوطن. كيف أتصرف في الحالات الآتية؟ إذا شاهدت شخصا يسرق من أحد المحلات ماذا أفعل؟ ممتاز، على الفور أقوم بالتبليغ عنه حرس الأمن في المحل، وإذا لم يوجد أو إذا لم يوجد بسرعة الاتصال بالشرطة 39999. إذا شاهدت شخصا يسيء لقيادة الوطن ماذا أفعل؟ التبليغ عن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.